حتى الجوك مرضى يا سي صافي نسمع فيك على 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 غيابك. انا غيابك باش نحكي على كتاب. اي ثم محور كبير في الكتاب. ثم محور كتاب 1000 صفحة. كتاب 1000 صفحة. انت تعرف من غير ما نظلوا نحكوا ونوصفوا كذا بلادنا ما تشوفش سياره نظيفه في بلادنا. مليون سياره مليونين سياره يتجولوا في تونس العاصمه لا توجد سياره نظيفه. هل تعرف انت ان سيارتكم وسخه في بلد اخر لا تسير بها ممنوعه؟ ما نفكرش في الاشياء هذه البسيطه كيف سنتقدم؟ نوحلوا في اي شيء نعمروا نهار كنا نعمروا في الاوراق. انا كنت في بلدان ما عمرت ولا ورقه. دخلت وخرجت ومشيت وقضيت وعملت ومشيت لك هذا ومشيت لك هذا عمري ما عمرت ورقه. تجي هنا تبدا تعمر في الاوراق من الطياره وانت تعمر في الاوراق وعندك 5 6 اميين ايضا تعمر لهم وانت تدخل المطار وتبدا تطيش في الاوراق. طيش اللي يقبض في الاوراق مش لاحق عليه. مطيشين تحت الاسانسير او تحت الدروج او يسمعوا فيا في المطار. يعني احنا وين؟ تجي تقول لي باش نعملوا التنميه، تجي تقول لي احنا باش نردوا اموالنا المنهوبه، تجي تقول لي انه احنا العالم مهتم بينا، تجي تقول لي احنا رقم مهم، تجي تقول لي شو فيش احنا رقم مهم؟ في شو نعملوا احنا للعالم؟ مانيش شايفين ارواحنا؟ يا ودي لو نبدو بنقد انفسنا، النقد الذاتي هو المهم. لازم نعرف ارواحنا في اي مكان لكي نتقدم للمكان الذي يليه. اذا ما نعرفش روحي انا وين معناتها تترمى هكا على العمياني. شفتك اللغه نتاع السيد قيس سعيد؟ هذاك هو الشعب التونسي. لازمته لغه كيكك، لغه غامضه مفتوحه ممجوجه ملغمه احيانا مفخمه مضخمه. هيك هذاك هو تو نحكيو عليه. هذاك هو الشعب التونسي. لا واضح انك محبط. أنا الحكومات والوزراء ما عاد ننقدهم. ننقدوا انفسنا. علاش؟ ننقدوا الشعب. شعبنا هكا. الحكومه هي صوره للشعب. والرئيس صوره للشعب. والاحزاب صوره للشعب. والبرلمان هو مسرح الشعب. هذيك هي تونس. الخلل في الشعب. الخلل في كل البنيه. البنية الثقافية الروحية القيمية الاقتصادية الاجتماعية في كل البنية. البنية مضروبة، اللوجيسيال مضروب، العقل التونسي تضرب من 2010 تضرب. ما تعالج موجودش. ما كلنا منا فينا شو يعني هكاك تشوفهم انت وزراء يحكم وكي يرجعوا يبدوا يشتغلوا شو يشتغلوا معلقين في الراديوات. ايش يعملوا؟ نفس الشيء يرجعوا كرونيكور، يرجعوا دي كرونيكور لكن يسبوا ويشتموا كيما الاخرين. ولما كانوا في الحكومه شيء اخر. هيك تشوف ال 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 المواطن التونسي. في من يقول فلان مريض وفلان مريض. المواطن التونسي مريض. وثم كثير من البلدان وكثير من الامم. المرض انت؟ كثير من الامم وانا قائل في هذا الكتاب تمر بمرحلة من العقم والقرف والإحباط والمرض. مرض جماعي، مرض عطب، نفسي، مرض يعني نفسي. السلاف مروا بالعطب، الأرمن مروا بهذا العطب، الألمان مروا، اليابانيين مروا، الشعوب كلها مرضت ولكن بعدين صحت وعالجت نفسها. عالجت نفسها بالعمل، بالتنمية، بالإبداع، بتغيير مناهج التعليم، مناهج الاقتصاد، مناهج كذا، السوق الى غير ذلك. احنا مرضى كثير من الشعوب. طبعا طبعا احنا مش احنا فقط، والشعوب المحيطه بنا ايضا مرضى. يا خيانك الليبيين مرضى والجزائريين وكلنا. هذا الشمال الافريقي هذا كله مريض. بصراحه ليه يعني ليه يخبوا؟ يحبونا ما يحبوناش نقولوا. انا نقول ما ارى. أنا ما شفتش حاجة تفرحني. أنا ما شفتش شارع نظيف، ما شفتش رصيف. عندنا وزارة ولا عندنا 80,000 يخدموا في البسط، أنا ما شفتش شجرة تزرع، ما شفتش وردة في الشارع، ما شفتش سيارة نظيفة، ما شفتش شرطي ماسك مكانه، ما شفتش أي شيء. ما شفت أي شيء. أنا مواطن يعني غير صالح للعيش في هذا البلد. اقعد في البلد الثاني، سوق الخضرة، سوق الكذا، الرخام، الشوارع، الكذا، أنا نتعلم. أنا نشوف الناس ماذا يصنعون. المقارنة موجعة يا سي سامي. مقارنة جدا موجعة. عندما لا تعرف أنت مرتاح، عندما تعرف أنت تتألم. المعرفة ألم، الوعي ألم،
يا ريت يا ريت الواحد لا يسافر لا يشوف لا يسمع لا اي شيء، يا ريت لا يتفرج تعيش مرتاح. يعني كل ما تسافر تشعر بالاحباط والقرف ذاك ترجع لتونس. وانت ايضا صحيح. وبعضهم الناس عندك مده كنت في دبي وقت اللي ترجع كنت في دبي ولا ما كنتش في دبي؟ اي عندك مده في دبي. عندك مده والله دبي معقده برشا كثير، حتى اوروبيين معقدته. اي حتى الاوروبيين أي. ولكن يظهر لي مصدر الاحباط نتاعك تشوف لا لا مش تشوف مصدر الاحباط انا نحكي لك على بلدان في مستوى بلدان. امشي حتى في افريقيا امشي المغرب وشوف، وامشي لمصر وشوف، ورواندا وافريقيا احنا قاعدين. لا يا سيدي فكنا من انت ماك تحكي على رواندا تحكي على اوغندا تحكي على اثيوبيا يسبوك افريقيا وافريقيا. ماذا هو الشعب التونسي ما يعرفوا اللي يسبوا اي كثير هذا سي سامي. لا تحب تقول كلمه من نفسك على الاسئله ولا تنهز كتابي ونروح باهي شنو علاش؟ لا لا هكاو يا اخي ما جيش ماني جاي نحكي على الشيء هذا. تنرفزوا الواحد تنرفزوا. كنت نحكي لك نص ساعه نحكي لك على توانسه مرضى يا سي صافي نسال فيك على 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 غيابات مش نحكي على الكتاب. كتاب اي ثم محور كبير في الكتاب. ثم محور كتاب 1000 صفحه كتاب 1000 صفحه جاي تدخل فيها في الاسئله. يا سي صافي تدخل مشات للتواليت ولا ما مشاتش للتواليت؟ يا ولدي نحكي على الغيابات شنو فيها يا اخي؟ انا اتهمتك هما كتبوا في تقرير ما يهمنيش. باهي تجاوزنا قلنا لك تجاوزنا. اسمعني باش نناقشوا اشياء مهمه خلينا نحكيوا على الوضع باش نمشيو للكتاب. اخويا اعطيني اسئلتك ما تحب شكون يسالك على الحاجات هذه؟ على هذه الاسئله يا اخي هذه يا سي صافي انا من حقي نسال. تجي في لو في نخر يا سمير راه تجي في نخر في الانترفيو يا ولدي. انا ثم محاور يا سي صافي ثم محاور النائب الوضع السياسي الوضع الدولي الكتاب عندنا محاور مقسمين ونتجاوز وهذا كله ما نعتبروه ما صارش. نتجاوز انا نحكي على بوصلة حياتي. انا خايف من التعويضات مش من التطبيع. التطبيع راهم مطبعين لا تصدق احنا مطبعين. يا ودي علاش انتم توا تلغوا في تاريخكم وتلغوا في كان عندكم وزير خارجيه اسمه خميس جهناوي رئيس مكتب في اسرائيل كان سفير في تل ابيب لمده 3 ولا 5 سنوات وكان عندنا سفاره هنا من الهيلتون انتقلت لميتيال فيل الى كذا. مكتب مش سفاره يا ودي مكتب تمثيل يا اخي. انت كي تعمل تطبيع جو قالوا لك افتح سفاره بالقوه. اي واضح التطبيع راهو اعتراف. واضح التطبيع اعتراف. اعتراف مش افتح مكتب وافتح سفاره. واضح شو تعني سفاره؟ رمزي يعني المكتب ولا السفاره ما نفس الشيء. ما في علم اي 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 ما هذا مكتب ارتباط. اذا زيارات موجوده معاملات مع رجال الاعمال مع شركات مع برمجيات مع كذا كله موجود مع استخبارات. استخبارات فيه. يعني هل اللي يقول لك طبعنا وهو التطبيع تو المغرب غريب عليه التطبيع؟ اي ما في تعويضات الدول العربيه. اسمع شفت انت كيفاش المواضيع المهمه تقول عليها؟ لا لا تسلي على البوصله الصف سعيد يحضروا ما يحضرش. صحيح هذا اخطر موضوع. تفضل باش يجوا لدارك اللي في زغوان يقول لك هذه ملك يهود جزائري. او انا قلت هاني قلت انا للمغرب ولا غير كان فيكم على الاقل قبل التطبيع تفاوضوا على مساله التعويض تعملوا بند انه راهو ماناش مطالبين باي شيء ولسنا مسؤولين على اي شيء وضعيه قبل الاستقلال و وقت يجوا يستقلوا ما عرفوش يفاوضوا. واضح سيد صافي سعيد والله.